في رسالة جميلة جدا لم نتطرق إليها قبل ذلك، موضوع الصوديوم. الصوديوم في الدم هنتكلم عليه. السلام عليكم دكتور حسام، بارك الله فيك، شكرا وزادك من العلم يا رب. هي اسمها نورة، بتصل مع حضرتك بخصوص أمي، هي مريضة سكر وضغط وبتاخد العلاج، ومرة واحدة نزل عندها الصوديوم ووصل 118. الصوديوم الطبيعي من 135 إلى 145. الصوديوم الطبيعي في الدم من 135 إلى 145، عند 130 بنقبله بس بيقاطي. هو وصل عندها 118 ودخلت العناية لمدة أسبوع وخرجت، ونسبة زادت وصلت 125، برضو لسه واطية. أثناء فترة العناية عملنا كل الفحوصات وكانت تمام، فيما عدا في شوية زلال بسيط على الكلى، وكان التشخيص كذا، وبالتالي بيكون إضرار البول أكتر وده سبب نزول الصوديوم. أخذت العلاج الخاص بالهرمون ولكن لم تسلم من الآثار الجانبية، والضغط أصبح مرتفع والصوديوم غير مستقر حتى الآن بين الطالع والنازل. أرجو من حضرتك الرد، وهل ممكن يكون في سبب آخر لنقص الصوديوم؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك أنت يا بنتي في هذا التواصل الجميل جدا جدا. الصوديوم هو الملح، الملح اللي بنحطه على الأكل ده هو ده كلوريد الصوديوم، وهو ده اللي احنا بنقيسه في الدم. تقول لي موجود في الدم، ربنا عامل صوديوم في الدم له فوائد غير عادية، منها ضبط الضغط. أنا أضبط الضغط لما الصوديوم يبقى كويس. الصوديوم العالي خطر والواطي خطر. طيب هنتكلم على الرسالة دي، الصوديوم الواطي، وأخلي لكم الصوديوم العالي حلقة تانية. حلقة تانية هنتكلم فيها على الصوديوم العالي. خلي الجزء ده من الحلقة مختص بالصوديوم الواطي. ركزوا معايا جدا. كوباية مية، كوباية مية حطيت فيها معلقة ملح، ملح طعام اللي هو كلوريد الصوديوم، حطيت معلقة ملح، وقست الصوديوم في الكوباية لقيته 140، صح؟ تقول لي اه صح. طب انا عايز صوديوم يقل في الكوباية، تقول لي سهل جدا، بدل ما احط معلقة ملح احط نص معلقة. قال لك برافو عليك، برافو عليك. يبقى الطريقة الاولى لان الصوديوم ينقص انه مش موجود، هي كوباية مية بحط فيها معلقة ملح طلع الصوديوم 140، لو حطيت فيها نص معلقة هيبقى 120 أو أقل. ليه ما حطيتش الكمية الواجبة؟ دي الطريقة الأولى، ركزوا معايا. طيب حطيت معلقة الملح وراح واحد مزود كوباية المية مية فقط، هتلاقي الصوديوم قليل مع إني ما شلتوش من الكوباية، ده هي المعلقة، لكن عملت ظاهرة مهمة جدا جدا اسمها التخفيف. خففت المية، حطيت مية زيادة بقى الملح قليل، مع انه طبيعي معلقة الملح هي هي، لكن خففته بمية. هما دول نوعين نقص الصوديوم في الدم، اما ناقص فعلا مفيش، او زودت المية. زودت المية يبدو، يبدو، خلي بالك من كلمة يبدو، يبدو الصوديوم كأنه واطي، هو مش واطي، هو أنا خففته. عشان كان عندنا نوعين من نقص الصوديوم، مهمة الدكتور يعرف ده أنهي نوع منه، ده مهمته، هل هو حقيقي واطي أم ده مخفف. مخفف زي إيه؟ زي أي مرض بيزود المية في الدم، زي هبوط القلب يعمل كده، الكبد يعمل كده، ساعات الكلى تعمل كده، خففته، زودت المية في الدم. احنا دمنا الطبيعي 5 لتر، خليته 7 لتر، خليته 7 لتر، هيخفف مش الصوديوم بس، يخفف كل حاجة. تقول لي انت بتقول كل حاجة، احنا ما سمعناش على ان في نقص بوتاسيوم بهذه الطريقة. اقول لك برافو عليك، برافو عليك، ده سؤال جميل جدا. الصوديوم الطبيعي 140، لو حطيت لتر مية عليه هنقول اللتر بيخفف 20%، اللتر بينزل الرقم 20%، فالمية واربعين لما تنزل 20%
يعني نزل كام؟ كتير، اكتر من 40، هتلاقيه تبت الصوديوم. تقول لي طب ما بيحصلش ده في البوتاسيوم ليه؟ اقول لك البوتاسيوم كله على بعضه، على بعضه كده 4.5. عشان اخفف ال 4.5 دي عايز 40 لتر ميه. لان اللي احنا قلنا اللتر بيخفف 20%، 20% من 4.5 دي ولا حاجه. كأن شيء لم يكن. فالتخفيف دايما يبان في الصوديوم، ما يبانش في حاجه تانية. ليه؟ عشان اخفف حاجه تانية عايز كميه ميه يكون العيان ما يستحملهاش.